إسرائيلاً وسط تنديد المجتمع الدولي ومحاولته زيادة الضغوط على النظام السوري. وقد تأكد خبر نقل الصحفي البريطاني بول كونروي الذي أصيب الأسبوع الماضي بجروح نتيجة القصف على مدينة حمص، وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية بالقول: باستطاعتنا أن نؤكد الآن أن الصحفي البريطاني الجريح بول كونروي وصل بسلام إلى لبنان، حيث يتلقى حاليا مساعدة قنصلية من خلال سفارتنا في بيروت. في الوقت نفسه أفاد مسؤول لبناني رسمي أن الصحفية الفرنسية أديت بوفيه والتي أصيبت أيضا في القصف ذاته وصلت إلى لبنان. الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد الخبر قبل أن يتراجع عنه في وقت لاحق ويعتذر. ثم أعلنت صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي تعمل فيها بوفيه أن هذه الأخيرة ما تزال على الأراضي السورية. وفي حمص قتل أمس 16 شخصا في قصف على حي بابا عمر بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. أما العضو في الهيئة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعتم؟ يعني الصحافة يعني صحفي فرنسية جرحت يعني صراحت هي يعني من تلقاء نفسها إلى سوريا. الصحافة العالمية كامل ده عملوا ضجة يعني ما تقدروش تصوروا. الصحفية هذه والله ما تسوى بصلة، يعني مع احترام للصحفيين الفرنسيين والصحفيين كامل، ما تسوى حثالة، يعني انسانه يعني ما هي معروفه خلاص، داروا عليها ضجه اعلاميه، والالاف تاع المسلمين اللي راهي تموت في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا. كلاب هذوكم، ها هذوكم كلاب يا امه، يا امه الخبثاء. ها كيفاه يعني مش شوف وصلت من الدرجه الغباء والدرجه نتاع الحقر. يا امه حقيره، أمة حقيرة. أنا متبرئ من الأمة العربية هذه الحقيرة، ارخص دم وارخص أمة كلبة. أنا متبرئ أمام الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة الغبية، من هذه الأمة الغير مسؤولة، من هذه الأمة التي سقطت في فخ الغرب العبقري. الأمة الغبية، يا من تدعون الذكاء ويا من تدعون كل شيء، وأنتم أغبى أمة. أرخص دم، أرخص دم، نموت بالآلاف، ما في حدا يتكلم عنا. حطمونا، قتلوا كل الشعب الليبي كل يوم. العراق مسحوا العراق مسحا تاما، واليوم الصباح قنبلة بالعراق على السابعة وكأنه لم يصر شيء. يعني العرب تبقوا دائما أرخص أمة. وشوف، وهناك فيديو اللي راح أعملوا إن شاء الله قبل يوم الأحد، سأفجر قنبلة عالمية، سأخرج الأسرار التي عندي عليك يا موسى وعليك يا أحمد. يا أحمد الكلب، أقسم لكم بالله سأفجر قنبلة هذا الأحد سأنزلها، وهي كل الصور عندي وكل الأفلام لكل هذه السهرات ولكل هذا. كذلك تحصلت على وثائق جد خطيرة للألعوبة للسنة ضد الشيعة. أقسم لكم بالله يعني أكثر يعني بالصوت والصورة وبالوثائق وبكل شيء لقد تحصلنا عن هذا. ولكن أقسم بالله سوف أهدي، حتى لو قتلوني سوف أصل صوتي إلى أمة العبر العربية الغبية الغير مسؤولة التي سقطت في فخ الغرب الذي حطم، والذي بمساعدة أبناؤنا، أبناء أمتنا بمساعدتهم. هذم الحكام الذين باعوا ذمتهم للغرب، هذم الحكام الذين. وانتظروا القنبلة التي سأفجرها، وإذا قتلت وإذا لم تروني فأنا أشهد، فاللهم أشهد أني قد بلغت، اللهم أشهد فإني قد بلغت، اللهم أشهد أني قد بلغت على هذه الأمة الغبية التي لا تريد أن تستفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم عارف شاكرة الذي هب حياته لأمته لكي غدا أمام الله سبحانه وتعالى أوتي كتابي بيميني ولا أوتي بشمالي مثلكم، يا من بعتم ذمتكم للغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وللحديث بقية، والله هناك كثير من المسائل. هذا الصباح سمعت حتى والله لا أريد أن أتكلم عليكم. هذا الصباح فرنسا مجلس ليساج لقد ألغى القانون لبروغاسيون على تركيا لتجريم تركيا. ما هذه الألعوبة؟ استفيقوا، ما هذه الألعوبة؟ ساركوزي لقد ربح، أشوف ولا ريز هو الخبث
الخبز السياسي خبز الغرب خبزهم، يتلاعبون مع إردوغان الخبيث الذين مثل ما عملوا فعلوا للخلافة الإسلامية وفي الأندلس هكذا دائما. والآن جاءت طريقة لكي، لأن الشيعة تهدد الغرب، الشيعة هي من ستقتل الغرب. لقد وجدوا الحل من بحوثهم أن السنة هي الحل الوحيد لكي لإيقاف الشيعة وخطر الشيعة على الغرب. نعم الشيعة مسلمين وهم يعني مؤمنين بالقرآن، وقد يعني راح اعمل لكم الفيديو اقسم لكم بالله وبكل الحقائق والوثائق وكل شيء التي تحصلت عنها، وان مت فان كثير من اخواني من اعطيتهم الذين اثق فيهم اعطيتهم كل التسجيلات واعطيتهم كل شيء. والسلام عليكم، وانتظروا القنبلة التي سافجرها عالمية ان شاء الله يا خبثاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.